السلام عليكم، معاكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. واحد من المتابعين سألني الـ A5000 يشغل اغاني الام بي 3؟ نعم، ويشغل الويف. كيف الطريقة؟ انت مجرد ما تحط اليو اس بي في ظهر الكيبورد، تروح هني عند الخانة هذه سونج، تضغط على كلمة بلاير، تفتح لك الصفحة هاي. لاحظ في عندك ميدي، اغاني الميدي، وفي عندك الاوديو. انت تي عند الاوديو، تختار اليو اس بي وين انت مخزن الاغاني. شوف هاي كلها ام بي 3، كلها ام بي 3 هاي اغاني. الحين بدق على هاي الاغنيه مثلا، عقب ما تختارها تضغط على بلاي، هاي كلها اغاني، كلها ام بي 3. الويف بيشغل لك الويف، ام بي 3 بيشغل لك الام بي 3. بس المهم انك بعد ما تضغط كلمه بلاي تظهر عندك هاي الصفحه، التي عند الميدي، الميدي اللي انت الاغاني اللي مسجلينها ميدي على الكيبورد. بس تروح عند الاوديو، فئه الاوديو، تفتح لك كل الاغاني الاوديو. بهاي الطريقه وضحت لك كيف تشغل اغاني الام بي 3 على الاي 5000. شكرا.